والله غابة، اي والله غاب القمر يا ابن عمي، غابت الشمس والقمر. وينه قمر اليوم؟ معنا سبحان الله 19 محرم بس في غبشة، سبحان الله. المهم خاطرت اليوم، مرت علي اختنا متوفية اسمها حكمت، الله المصريين يقولون حكمت، والمصريين يقول والسوريين يقول حكمات، وسبحان الله. وحتى المصريين عندهم ذكروني يعني بالمحاكم، حكمت المحكمة، سبحان الله، حكمك يا رب. هو الحكمة الله بالقرآن يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وفي أسامي حكم وفي حكيم، وطبعا الله الحكيم، في عبد الحكيم، الله بالألف الحكيم، سبحان الله. الله بالقرآن يقول يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إن يعني إن الله حكم على عباده بالموت، سبحان الله. من حكمه الدنيا تجمع وتفرغ، تكون أماكن زحمة زحمة، خلال شوية فص ملح وذاب. فسبحان الله احنا بهالوقت بعد محتاجين الحكمة، نبي الحكمة ونبي الهدوء. شوفوا الهدوء شلون شحلاته حلو، صفاء وذكر الله وانس وصلاة على النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا رب الله يرزقنا الحكمة، وامورنا كلها بدولة الكويت والعالم تكون بيد الحكماء. ليش؟ ان الحكماء هم العقلاء، ودباء، مهندسين، اطباء، خبراء، يعني نساء ورجال. يعني في ناس الله خلقهم حكم، يقولون خبير فلاني، والله تذكرت خبير هندسي استراتيجي قانوني. ان شاء الله يا رب تصير عندنا الحكمه. ليش ما نبي يجينا مجلس امه وهيصه وهذا وبعدين تصير هوشه وينحل، يعني حل لا سمح الله غير دستوري. نبي ناس لا يجونا حكيمين وعقلاء، ويستمر المجلس 4 سنين وانجازات وكلام يعني كله بالعقل، ما نبي كله هواش وصراخ ونرفزه واستجوابات. يا رب ان الله يرزقنا الحكمه، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. والله يرحم اخذنا في الله حكمت والجميع. حكمك يا رب في الخلق عادل، وشكرا.